فوكيل وزارة الإعلام المساعد لقطاع التخطيط الإعلامي والتنمية المعرفية ورئيس اتحاد إذاعات الدول العربية محمد عبد المحسن العواش على الحفل الختامي للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي شهد توزيع جوائز مسابقات هذا المهرجان، وكان التميز لتلفزيون دولة الكويت الذي حصد ذهبية مسابقة البرامج الوثائقية الخاصة بالقضية الفلسطينية عن وثائق بعنوان خيوط الذهب. جائزة المسابقة تسلمها مدير الأخبار والبرامج السياسية عادل العازمي. ألف مبروك لتلفزيون الكويت، وألف مبروك لجميع قطاعات تلفزيون الكويت وعلى رأسهم معالي وزير الإعلام ووكيل وزارة الإعلام. نهنئ الجميع على الحصول على هذه الجائزة التي أتت من خلال تعب عام كامل، ولله الحمد وفقنا اليوم بالذهب وفزنا بالجائزة الأولى عن أفضل فيلم وثائقي للقضية الفلسطينية، وألف شكر للجميع. خيوط الذهب الوثائقية الكويتية المتوج في السهرة الختامية كان إنتاجه بإشراف طلال الهيفي، وهو من إخراج أحمد الحليل وإعداد عدنان فرزات، وهو يروي قصة صمود فلسطيني في وجه الاحتلال الإسرائيلي. توجت هذه الفعالية أو الحضور بالنسبة لنا بجائزة ذهبية عن القضية الفلسطينية، والحمد لله هذا بفضل جهود الأخوة والزملاء في قطاع التلفزيون، ومباشرة طبعا من بإعاز من القيادة الإعلامية على رأسهم وزير الإعلام ووكيل الوزارة ووكيل مساعد لشؤون التلفزيون والأستاذ طبعا عبد المحسن العواش. توجنا هذا الحضور في هذه الجائزة والحمد لله، وإن شاء الله القادم أفضل بإذن الله. وقد أشادت لجنة التحكيم بقيمة العمل الكويتي الفائز، بما يؤكد ريادة الإعلام التلفزيوني الكويتي في مداره العربي. هذه النتائج تدل على مهنية عالية في الجهاز الإعلامي الكويتي، بدءا من الجهاز الإداري والجهاز الفني. أيضا يعني هذه الإنجازات ليست ولدت هذه اللحظة، هي إنجازات تراكمية. كل الدورات السابقة للمهرجانات العربية حقق فيها الإعلام الكويتي نتائج متميزة، وتؤكد هذه النتائج تفوق الإعلام الكويتي على المستوى العربي بجدارة كاملة. نتمنى لهذا الإعلام والجهاز الإعلام الكويتي المزيد من الإنجازات، ونتمنى للعامل فيه التقدم إن شاء الله، ودائما التألق في كل المجالات الإعلامية العربية والغير العربية. الإعلام الكويتي هو من يعتبر إعلام عريق جدا، إذ أن الكويت ليست بجديدة في مجال الإعلام الخليجي. الإعلام الكويتي هو إعلام هادف ومتوازن ومقروء، يقدم العديد من البرامج، ولعل الكويت التي شهدت تطور كبير في مجال الإعلام، البرلمان الكويتي والعديد من الوسائل الثقافية انطلقت في الكويت منذ 1920، تاريخ إعلامي عريق وثقافي كبير في دولة الكويت. سهرة الاختتام، سهرة التتويجات، شهدت وصلات غنائية سورية وتونسية تفاعل معها ضيوف المهرجان على مدى أكثر من ساعتين. تلفزيون دولة الكويت كان متألقا كالعادة في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون من خلال حصده ذهبية البرامج الوثائقية الخاصة بالقضية الفلسطينية. خيوط الذهب كان حاضرا بامتياز في هذا الحفل الختامي. ناجح المساوي، تلفزيون دولة الكويت، من مدينة الثقافة، تونس.